التهريبية والمصحات الموجودة. المخدرات أو ما باتت تعرف هنا بالإرهاب الصامت التي دخلت بيوت العراقيين دون استئذان ووصلت إلى طلبة المدارس والجامعات. لجنة مكافحة المخدرات في البرلمان العراقي ناقشت مخاطر تلك الآفة على المجتمع وشخصت مواطن الخلل لدى الجهات الأمنية المسؤولة عن مكافحة المخدرات في محافظات البصرة وميسان والمثنى وذقار جنوبي البلاد. يعني وضع المخدرات أو تعاطي المخدرات والمتاجرة وضع يعني يتزايد في الحقيقة، وبالتالي يتطلب تدخل عاجل. العراق مر بظروف صعبة أيام الإرهاب خلته ما يركز على جهود مكافحة المخدرات، ولهذا احنا اليوم انتبهنا وقد يعني فات الوقت على فاتنا كثير من الوقت من اجل التصدي لهذه الظاهرة وهذه الآفة الخطيرة. دائرة صحة البصرة كشفت عن معالجة أكثر من 2000 مدمن داخل مركز علاج الإدمان الوحيد على مدى 4 سنوات، كما إنها أعلنت نيتها التخطيط لإنشاء عدد من المصحات النفسية ومراكز علاج الإدمان لاستيعاب الأعداد الكبيرة للمدمنين. محافظة البصرة ودائرة صحة البصرة كانت خطوات مسبقة، تم إنشاء مركز لعلاج المدمنين في البصرة بسعة 50 سرير قبل 4 سنوات، تم علاج أكثر من 2000 مريض خلال هذه الفترة. التخطيط للمرحلة المقبلة بناء مصحة أخرى 100 سرير عن طريق وزارة النفط، بالإضافة إلى مصحة أخرى في شط العرب من قبل وزارة الصحة، وفي النية قيام عن طريق محافظة البصرة في إنشاء مستشفى 400 سرير للمدمنين. مع المواد المخدرة ضبط 20 طن من المؤثرات العقلية. يسعى البرلمان العراقي إلى سن المزيد من القوانين الرادعة للمتاجرين بالمخدرات لحماية المجتمع من هذه الآفة التي باتت تنتشر كالنار في الهشيم في أوساط الشباب. مع استفحال هذه الظاهرة ما تزال الأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات تعاني من قلة الإمكانيات التي تساعدها في مواجهة وتتبع تجار المخدرات ووقف عمليات تهريبها عبر الحدود. إيهاب الركابي، اليوم، مدينة البصرة.